يا صغري ده عم الدوام وعنده اكل حاج اخويا ماشي يا حبيبي اسمعوا السلام عليكم. أرجوكم يا جماعة بعد إذنكم لو مش بنعرف نعوم مش لازم البحر، ممكن حمام السباحة هيقضي الغرض. على الأقل حمام السباحة محكم صغير وبيبدأ تدرجات، تمام؟ بيبدأ من عند الركبة لحد البطن الصدر، هعرف أتعامل فيه. وكمان حمام السباحة يا جماعة مش زي البحر، البحر فيه تيارات سحب وشد وممكن نتخبط في صخور، فالموضوع صعب جدا. ما علينا، شفنا طبعا أن المنقذ نقص الغريق وربنا استرى معايا، لكن هل الحركات اللي هو عملها دي، هل الحركات دي كانت صح؟ لان المفروض في اسعافات اوليه بنعملها، لكن الولد يعني تم انقاذه وربنا استرها معايا. رقم واحد، لو حضرتك شفت اي حد غريق هتتصرف ازاي؟ سواء في بحر او في حمام سباحه، على طول المنقذ، اذهب الى المنقذ نادي عليه ان في حد بيغرق، تمام؟ طب ما فيش منقذ خالص، اضعف الايمان، طوق حبل النجاة ارميه او ارمي حبل او اي شيء للي بيغرق ده. لكن انت لو بتعرف تعوم وما بتعرفش تنقذ ورايح له هيغرقك معاه، وبدل الضحية هيكون ضحيتين. طيب في حد دلوقتي هو غريق جالي، تمام، اتصرف ازاي؟ لا قدر الله ابني، اخويا، حد انا ما اعرفوش، هتصرف ازاي مع الغريق؟ التصرف الصحيح اول شيء لازم اعمله اتاكد من الوعي. فانا بتكلم معايا يا بيتر سامعني انت بخير يا استاذي؟ فلو لقيته صدر منه اي اصوات اي مهمها يبقى كده القلب شغال والتنفس شغال، تمام؟ مجرد ما صدر اي صوت اعمل ايه بقى يا معلم؟ ارفع ركبته كده بالشكل ده، تمام، واجيب ايده هنا واعمل وضعيه اسمها وضعيه الافاقه، اجيبه على جنبه بالشكل ده كده، واحاول ان انا ايه ارجع راسه وافتح ايه الفم بالشكل هنا كده لو في اي ميه هتنزل، وكذلك كمان لو في اي افرازات، والحركه دي هتساعده على التنفس، ولازم ايه افضل افوقه واتكلم معاه، تمام، وطبعا لحد ما الاسعاف تيجي. حلو قوي. طيب فلنفترض ان احنا عملنا نفس الوضعيه ديت وبتكلم معاه وما ردش عليا نهائي خالص، يا بيتر انت بخير يا استاذ سامعني؟ هنا الوضع صعب جدا، هنا ما بيردش عليا نهائي. لازم اتاكد هنا من حاجتين بقى، التنفس والنبض. بتاكد من التنفس ازاي؟ من حركه صدره، هل صدره طالع وصدره نازل ولا لا، تمام؟ طب لو مش شايف حركه صدره بنزل بودني كده بتجسس بشوف كده ايه حركه التنفس، بسمع النفس بتاعه، هل النفس موجود ولا مش موجود؟ لو انا سمعت النفس بتاعه او شفت حركه صدره فيها نفس يبقى هو كده قلبه شغال. هعمل نفس الوضعيه برضو وضعيه الافاقه بالشكل ده اهو، واحاول ايه افتح بالشكل ده واحاول افوقه، يا استاذي اعمل خبطات بسيطه على ظهره عشان الميه او اي حاجه ايه تخرج. الحاجه اللي بعدها انا بكلمه برده ما ردش عليا، يا استاذي يا بيتر سامعني؟ يا استاذ انت بخير؟ ما ردش عليا خالص. يبقى على طول الحاجتين بقى الاثنين مع بعض، بجيب الصباعين دول هنا كده عند الكروتيد ارتري، ايوه هنا الشرايين السباتيه، ممكن تعمل التجربه دي مع نفسك، تمام، الشريان السباتي، وبشوف النفس، تمام، الشريان السباتي ايه وبشوف النفس. طيب دلوقتي القلب بينبض ومفيش نفس خالص، هعمل ايه بقى على طول؟ هروح اعامل الوضعيه ديت، تمام، هحط صباعيني هنا كده واحط جانب اليد او سيف اليد بالشكل ده واعمل كده تاني، بصوا معايا راسه اهي، هعمل ايه؟ هاجي هنا كده اهو، ارجع للخلف واسحب الزقن بالشكل ده. هنا هتعمل ايه بقى؟ يا شاب بعمل الحركة ديت وهديله في الدقيقة بمعدل 12 نفس، تمام؟ هقرب الفم من الفم بإحكام، ولازم طبعا ان انا اقفل الانف بالشكل ده واقرب منه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، طبعا هنا الفم في الفم. لو هو بقى فقت ليه كح منك كح معاك، ولو كح هتحطه في الوضعيه بتاعتنا اللي هي وضعيه ايه الافاقه. طيب
في مرحلة بقى لو انت بتقيس النبض والتنفس ولقيت القلب مش شغال خالص. ركز، القلب لو مش شغال نهائي، طبعا القلب لو مش شغال خالص يبقى خلاص مفيش تنفس كده كده. هنا بقى هعمل ايه؟ هاجي هضغط على عضلة القلب. عضلة القلب موجودة فين يا شباب؟ موجودة في النص ما بين حلمتين الصدر، في المنتصف هنا، عظمة اسمها عظمة القص، عظمة القص، تمام؟ بضغط هنا. بضغط ازاي؟ بجيب الايد القوية بالشكل ده وهشبك كده اهو، واخلي جسم عمودي. بص جسمي كله باين ازاي؟ عمودي. هضغط بمعدل بقى كام؟ 30 ضغطة. اخلي جسمي كله كده اهو، تمام؟ ها، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اول ما اضغط 30 اروح مرجع للخلف، قافل مناخيره ومدي نفسين، وكرر تاني بسرعه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. لو هو فاق هتلاقيه عمل كحكحه، عمل اي حركه من دول، تمام؟ وفي الاخر بعمل وضعيه ايه؟ الافاقه. ملحوظه تانيه يا شباب، لو لقيت في بقه مثلا دم، رذاذ، اي شيء، فمش لازم تحط الفم في الفم، اقل ما فيها واضعف الايمان ان افضل ايه؟ اضغط ضغطات متتاليه، اضغط ضغطات متتاليه تكاد تكون متواصله كده ايه؟ بفضل اضغط ضغطات متتاليه اضعف الايمان. طبعا لازم يكون في حد زي ما اتفقنا بيتصل بالاسعاف ويتيقن تماما ان الشخص اللي انت بتنقذه ده حياته غاليه، ممكن يكون اخوك، ابنك، حد مقرب ليك جدا، فما تيأس. ولو ايدك تعبت خلي حد من اللي جنبيك يحاول، خلي حد من اللي جنبيك يحاول ان هو ايه؟ يضغط. ربنا يوفقنا. السلام عليكم.